السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ بحب ارحب بيكم في اول حلقة من حلقات كورس تعلم كتابة المحتوى للسوشيال ميديا، How to be a copywriter and content creator. احنا الفيديو اللي قبل كده كنا ادينا مقدمة عن الكورس اللي احنا هنمشي فيه ان شاء الله، فالنهاردة اول حلقة. دلوقتي احنا قبل ما نبدأ احنا محتاجين هندي انترودكشن الاول. بنقول ان زمان قبل ما احنا زمان اما كان حد بيبقى عنده منتج او خدمة او دكتور او شخصية عامة او اي حد بيقدم حاجة محتاجة لها جمهور، كان دايما الوسيلة للاعلان عن المنتج او الخدمة دي هو الجرايد والتلفزيون ووسائل الاعلام اللي كانت موجودة في الوقت ده. ودلوقتي مع وجود السوشيال ميديا وبقى كل الناس تقريبا متواجدة عليها بشكل قوي، اصبح ان وسائل الاعلام القديمة دي استبدلت بالسوشيال ميديا زي ما احنا عارفين. فدلوقتي اصبح التركيز لو حد عاوز يعلن عن المنتج بتاعه ده استبدله بالسوشيال ميديا، وده هو عموما دور التسويق عموما، ان انت بتوصل خدمة بحد محتاجها او بالعميل المناسب. ايه الوسيلة اللي احنا هنستخدمها علشان نوصل الخدمة الخدمة بالعميل ده؟ هو ده اللي بيختلف على مر الايه، على اختلاف الازمان. زمان كان عن طريق الجرايد والتلفزيون، دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا عشان زي ما قلنا نوصل العميل بالخدمة اللي احنا عايزينه يوصل بيها. وأهمية التسويق دي موجودة بنقول من زمان، حتى من قبل التلفزيون والجرايد وكل الكلام ده، من أول حتى لما كان البياع مثلا لو في بياع في سوق أو حاجة وهو بينادي على الخضار بتاعه إن حد يجي يشتري، ده ماركتينج. هو بيعلن عن الخدمة أو المنتج بتاعه ده علشان عاوز حد يشتريه. الطريقة بقى إن احنا هنوصل إزاي المنتج بالعميل هو ده اللي بيختلف زي ما قلنا. وحاليا احنا دورنا إن احنا هنستخدم السوشيال ميديا كوسيلة للماركتينج. انا باخد الكورس ده ليه او بتعلم في الكورس ده ليه؟ عشان اعرف ازاي اسوق عن طريق بطريقه ديجيتال او بطريقه رقميه عن طريق السوشيال ميديا. وهسوق بايه؟ هسوق عن طريق المحتوى، او ابقى كوبي رايتر او ابقى كاتب محتوى تسويقي، وده اللي هيوضح قدام ان شاء الله يعني. واللي بيخلينا كمان نهتم بالسوشيال ميديا زي ما قلنا ان دلوقتي الارقام كمان ممكن تكون اتغيرت، توصل 3 مليار، ان حوالي 2.65 مليار موجود يعني موجودين بيستخدموا السوشيال ميديا. فانا اصبح عندي موجود قطاع كبير جدا من الناس موجودين على السوشيال ميديا. انا لو وصلت لاكبر عدد ممكن من الناس هيقدر يستفيد بالخدمة اللي انا بقدمها دي او بالمنتج اللي انا ببيعه، يبقى انا كده قدرت احقق مبيعات بشكل كبير، ويبقى الطرفين استفادوا، العميل والمنتج اللي اتباع. علشان كده ده كانت نبذة سريعة عن ان ليه مهم اي محل او شخصية عامة او اي منتج مهم ليه المفروض يتواجد على السوشيال ميديا. وهنا زي ما قلنا بيجي دور الديجيتال ماركتينج. هي الماركتينج، احنا لو تناولنا مصطلح الماركتينج عموما كتعريف، هو ممكن نعرفه على ان هو اكتشاف رغبات العملاء وتلبيتها بمجموعة من المنتجات او الخدمات اللي بتشبع الرغبات دي وبتحقق للمؤسسة ارباح خلال فترة معينة. وممكن برضو نقول ان هو فن البيع زي ما احنا قلنا، انا عندي طرفين انا بحاول اوصلهم ببعض، عندي مثلا كتاب عاوز ابيعه وعندي واحد عاوز يشتري كتاب. انا مجرد ما اوصل الاثنين ببعض او يعني اسوق ان انا احاول اوصل ده بده، يبقى انا كده عملت ماركتنج. عملته بقى عن طريق اوفلاين، ان انا مثلا بروح زي في السيلز او حد بيروح يبيع الحاجات دي على ارض الواقع، او عملتها بطريقه ديجيتال او بطريقه رقميه على الانترنت. المهم ان انا عملت ماركتنج. انا دوري زي ما قلنا ان احنا هنتعلم الديجيتال ايه ماركتنج.
طيب واحنا اتكلمنا قلنا يعني ايه تسويق، اللي هو قلنا احنا قلنا التسويق اللي هو ابو الماركتنج اللي احنا التعريف اللي احنا عرفناه. طيب نيجي بقى المصطلح مهم جدا، ايه هو التسويق بالمحتوى؟ احنا عرفنا التسويق اللي هو انت بتوصل طرفين ببعض، لكن التسويق بالمحتوى زي ما قلنا عشان احنا نعملها بشكل رقمي او عن طريق الانترنت، فده بيتم عن طريق المحتوى. فيعني ايه محتوى؟ او هنقول التعريف عام، هو بيقول لك شكل من اشكال التسويق بيركز على خلق ونشر وتوزيع محتوى للجمهور المستهدف على الانترنت. سواء بقى يعني ايه، يعني انا بعرض مميزات الخدمه بتاعتي، مميزات المنتج بتاعي ده في صوره محتوى. المحتوى ده بقى هنعرف اشكاله في الحلقات الجايه، سواء بقى فيديو، صور، بوستات، مقالات، كل ده محتوى. كل ده محتوى انا بقدمه، يبقى فيه مميزات مثلا المنتج بتاعي او بكاء او معلومات او اي حاجه محتاجها العميل يعرفها عن المنتج ده، وبيها بقنعه بالمنتج بتاعي ان هو يشتريه او يعرف عنه اكتر. فهو ده دور التسويق بالمحتوى او الكونتنت ماركتنج. كونتنت ماركتنج اتخلق المصطلح ده علشان الديجيتال ماركتنج او التسويق الرقمي ظهر، فبالتالي ظهر معاه فكرة التسويق بالمحتوى، ان انا بخلق محتوى، بانشئ محتوى بيتكلم عن المنتج بتاعي عشان اقنع بيه الفئة المستهدفة اللي هي انسب فئة تشتري المنتج بتاعي ده. يعني انا لو ببيع كتاب زي ما قلنا، انا بحاول اكلم الناس المهتمة بالقراية عن محتوى الكتاب ده، او ان هو ليه مهم يشتري الكتاب ده، او هيستفيد ايه بالكتاب ده. فبالتالي هم مثلا المهتم بالقراية ده عرف اكتر عن الكتاب ده، فبالتالي يروح مثلا يشتريه او يطلبه اونلاين هو يشتريه. يبقى انا كده تمت البيعة، يبقى انا كده اديت دوري المطلوب مني من التسويق بالمحتوى. اتمنى تكون ايه الفكرة وصلت. واحنا زي ما بنقول انت دورك ايه بالتسويق بالمحتوى، اللي هو زي مثلا هل انا ماشي بسوق بالمحتوى، هتكلم عن المنتج ده، هل انا اكتب اي بوستات، اي مقالات، اي فيديوهات املة وخلاص؟ لا، احنا هنا بنقول انت دورك بالتسويق بالمحتوى انت بتخلق محتوى هادف. لازم يكون محتوى هادف وقيم. لو انت فعلا مهتم انك تتكلم عن منتج قيم او مهم، او انت عايز تخرج بصورة مشرفة، فانت مهم ان انت تخلق محتوى هادف يتكلم عن المنتج بتاعك ده. ومهم برضو انك تقدم قيمة او اجابة على سؤال الفئة المستهدفة دي مثلا بتسأله، على عشان بعد كده تبيع المنتج او الخدمة اللي انت بتتكلم عنها دي. بس انواع قطع المحتوى ده هنتكلم عنه في الحلقة الجاية عشان ما اطولش عليكم. فحلقتنا النهاردة بسيطة جدا، هنعيد بسرعة. احنا النهاردة اتكلمنا عن مقدمة للكورس، ان احنا هنتعلم ازاي نبقى كوبي رايتر او كاتب محتوى تسويقي وكاتب محتوى، ودينا ان ليه اهمية ان انا استغل السوشيال ميديا في التوصيل ما بين المنتج والعميل بدل الوسائل القديمة اللي كنا بنستخدمها، وده بيرجع بسبب ان في مليارات من الناس موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، فبالتالي انا كل ما احاول اوصل لعدد اكبر من الشريحة المستهدفة بتاعتي من الناس الموجودة، انا بالتالي بعت اكتر، فانا حققت نتائج احسن. وعرفنا يعني ايه ديجيتال ماركتنج، او عرفنا يعني ايه تسويق، وعرفنا المصطلح المشتق منه اللي هو التسويق بالمحتوى. تابعونا ان شاء الله في الحلقة الجاية علشان نكمل الكورس.